انتهت مسيرات سلمية شهدتها مدينة ساو باولو البرازيلية بأعمال عنف واشتباكات، ما أعاد إلى الأذهان الاحتجاجات الحاشدة التي هزت البلاد في عام 2013. وكان نحو 2000 متظاهر قد خرجوا إلى الشوارع الرئيسية يوم الجمعة بأكبر مدينة برازيلية للتنديد بالزيادة الأخيرة في تسعيرات وسائل النقل العام من حافلات وقطارات ومترو الأنفاق بمقدار ما يعادل 19 سنتا أمريكيا. وكانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، لكن وردت تقارير عن وقوع أعمال نهب وتخريب. وردت الشرطة بإطلاق قنابل الصوت لتفريق الحشود ولاحقتهم في الشوارع، فيما لجأ المحتجون إلى الشوارع المحيطة هربا من العنف الذي تحولت إليه المسيرات السلمية. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على العشرات من المشاركين خلال المسيرة التي خرجت مع حلول مساء الجمعة. ونظمت المسيرات بشكل أساسي حركة ساو باولو للأجرة المجانية، والتي تدعو إلى جعل وسائل النقل العام مجانية. ورغم صغر حجم تلك المسيرات مقارنة باحتجاجات عام 2013، فإن العامل المشترك بينهما هو الاحتجاج ضد رفع تسعيرة وسائل النقل العام. وكانت المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد قبل نحو عامين أثناء استضافة بطولة كأس القارات قد بدأت بهذه المطالب قبل أن تتوسع في مطالبها لتشمل إصلاحات اقتصادية أخرى. رحاب علاء، رويترز.